خيوري ديدش لما لوخن انا يون مغبان اخن يون بلاماسو مدري وخم اخن غدا خلقت خدتا من خورزة غدا يوت من يول بانا قد نطنات ويخ براسا خكما مقبلا واثا ينت بقياتي ام صبري سايومي اوماني ين اديوم بت هاويلا غدام قبلانوتا ام خابا صويا اطورايا تيلي عمراند دي تخبيوتها تبغديدي جو لبت ايتوتان مشطاخة تنوي دشتا تنوي قام يقرا لخا خونا وخورا عزيزة وباصويا سبقة ومهيرة ميقرا راكان كاتشو ينماسخ امرخ راكان عازر راكان عزيزة قبل أخرين خبشينا جو خرزة غدايوت من يلبانا ورابا بغداية وخديوت أمان بس يمر عبي بشينا بقوقو وبشينا ثيخو هاود بس يما هاك أخنا نيوغ قبيتو إديوم بد قد حاكخ بد خامدي حيل خطيرة يعني أخنا كيا ذخلوخ وإيثي أني كينا يا صوبي مهتمين إثه المام تاريخ الآشوري قديم أو الحديث أو الأوسط مو يمرخ لا كياذي ماني لي راكان بس قاونا إث خيوري بل كت حيلة لك ياذي ماني لراكان بس كبن موضع التخيوري خورا وخونا عزيزة رابي راكان إلى قرية أركيولوجي آثار وبريسة لخكثاوة دلبوصايو إلى مشاريع والنظم الإروائية في بلاد آشور في عصر الآشوري الحديث 911-612 قبل المسيح ترمياثة وطوكاسة مشقيثة جو أثرت آثر برافوزمية أثرايا خاثة وتشمو خدسر الاجتمو تريسر قمشيخة أخنا اجو بحاكخ الآذي مشقيثة روائية ترمياثة يعني إنا من قمي يألخ بهذا موضوع كرخ من حيلي تموذئت روخوخ تخيوري مني لي راكان بليل راكان هو اللي مناشد بغدادي الاسم مش ما كامل انه وراء شمي راكان فرج عازر قجو خريج جامعة بغداد كلية الآداب ماجستير في التاريخ القديم شاتد تريال بوش تاسر مقامي هذه أنا كن دريزة جو بجامعة الموصل بكالوريوس كلية الآداب قسم التاريخ 2010 أي ب كريوثة إنه مني للراكان حاليا أنا موظفين جو الهيئة العامة للآثار والتراث بالعراق ومنسب إلى مفتشات آثار وتراث نينو. نينو. هذه خامدي حيل اختيار لت إثلاً خا سراي ديدا كلك بالخ طامب مفتشات آثار جو موصل بشرارة. بس يعني بكالوريوس قريلو خات آداب ميوة تحديداً بآداب تاريخ. أو عموماً تاريخي. لكن مازالو خل ماجستير. كم خصت بخا موضوع انه ايدي كم اختارت لي واحد قارت هذا مني بصورته بصورة بشرفته يعني بايش بيش متخصص بهذا موضوع وبعدين بايش التخصص الدقيق بالدكتور هذا يعني بايش بيش تخصص يعني اضيق بيش قصة يعني مختصت بهذا موضوع بيش حيل هذه شئثة خلة ساعة
الرملية. إيه. يعني بمشار دي هذا واشتقرت البلقة يعني بكالوريوس ماجستير وإما تماطت البلقة قالك أهو دقيق حيلي الدكتوراه ديدو. بلع. ماجستير هاد كمت ياذن إيو بوت هذا آني ترمياثة مشاريع تمشقيثة الروائية ملكة الأروائية عفوا زون أثراي خاصة براثوزمية خاصة دولة العشورية ماجستير ديدو دا آذي ولا نعم داثخ حاكخ الآذى من دي قي برشلوخ آذى ملوءة موضوع بكريوثة هم لكن طولنا يالو يعني طبيعي لما تخلصت سنة شاتا قميثة دي دخمة قارت لها كاملة سنة تحذيرية بعد تخلصت لخ موضوع واقع حال انه انا من مختار الموضوع كان كبينة فايدنا روخي ويادئنا من دي بيشتو متقاريني انه لا بس قاريني بكثاوة ان قاريني بكثاوة وبلطن لرا قشن معيثة هذا من دي بيش اختيرين من داخل ثيلها انه انا مير يتقارن عن منطقة دموصل مو الا يعني تحديدا اني مشاريع ديك مش هاضرني موضوع بديل انه انا مختيري كمنطقه جغرافيه مقامين ما تقارن او تشكل عنوان يعني تبلطت الارى وقشت بشطو فميري انا بتشاقلنا عن منطقه نينوى نينوى قصد بقى يعني محافظه نينوى لا الا بس موصل او نينوى تقته لا محافظه نينوى فابريلي بحث انه ما بتاوي شمه او ما بتاوي موضوع الاساسي انه لبش انا قارن كل من دي فاكيد جلي انا وإيث اساتذه كم استشرناه وخمنا شيء او مشرف دي دياوي اثوالي دور او سهم رابع باختيار هذا الموضوع او باخراجه بالعربي اخراجه بهذا العنوان او بالصوره الحاليه او استاذ خالد سالم اسماعيل استاذ التدريسي كليه الاثار بجامعه الموصل لي ومشرف ديدي له ف مطيل النتيجه انه هذا بايش عنوان ومشريلا دم شغله بعد شوله راكان أخون يعني قي مختيرخ هذا براثوزمية متخملخ يعني محددلخ هذه فترة تشموا خديسر هل اشتموا تريسر يعني إيبخ إيبن أمرخ آشر ناصر بالتريانا وهل مباثة ملكوثة قي هذا زونة خبن داني أسباب ديك مشاوقنا لأنه مختار هذه فترة أنا مشاريع ديك ما وذيه أنا ملكة حيل من داني مشاريع هل ده أثار دي تبيشنا أما أنا نقارن أن مقامي هذا وقت خناه بالصعبة له لأن زمن أتيقل وإذا منها تلي خبيرة ولدها بس أنا هذا زونة هش كنا بيشة طبعا بيشة من دي خلنا دك شوقنا عند مختار هذه فترة أهو إتل النصوص مسمارية ذكري أنا شو لاله هل دها دكنا بيشة ذكريه فآخر ما تبايش كبايش شو لا موثق يعني من غير انه كآثار بيشه كنكثيوه فايتك جمعت بين نص وبين اثر موجود هذا خمندي حيل باشيله لان كيول مصداقيه ده شولغ بش حيله وقرحقت عن استنتاجات يعني او فرضيات قرحقت عنها باي شولغ اقرب الى الواقع
أنا من داني أسباب دكم شوقي لن يعني أتلوخ تتتخوياثا كرئيسية أثباتين قشمة نصوص قشمة دينا كثيوة وأتلوخ هش كنا بيشة يعني ليس نيق الخبارة لا أني قشمة وأني أثر آثار كنا بيشة بش حيلك ضأري الترمياثة ملكة صنخيرو إذا خلنا شق من ملكة صنخيرو بهذه فترة زمنية إذا نصوص كيرة بش حيلة أو أثرت أني شقياثة وسكرة سدود ومديانة كنا إذا أخني يعني ضمن هذه فترة اتلن يعني مشاريع ضخمينا خمسة اشتا مشاريعنا لكن ما لا يقل عن اطلافة منها اهو الملك سنحاريبنا سنخير لكن بصب داني اتلن اخني مشروع النقوب هذا دكيلة مقابيل ماثد جوير هذا مشروع مخصص لري مدينة نمروت مدينة كلخو أو شما يعني شم النمروت يعني خاثي بعدين ثيلة وإتلن مشروع تكم تخرخ لأول مرة نقل قميثة باحث اكتاخر هذا مشروع أهو مشروع أري مدينة إمقر أنليل هيدك مخلدها بلاوات أو تل بلاوات يعني رأيا رأي ديدا خاثة كامر أنه أثوى مشروع مايا كاثي ولا ذي ماثا مدينة يمقر الليل وأهو كلويذا أو قم قمل بقاوح إما أشور ناصر بال أو إبرح شو المنصر الثالث لكن مشروع هم عايز لنصوص ميقرأ راكان هذا خامندي كبخ يألخ بأمقوثة بقاوح بس بشقلخ ذا أبثة كريثة فصل قصير وبدأرخ لهذا ملوءة خيورة جديدة بأزخ الغداء أبثة وبدأرخ أم خورا ورخمان رابي راكان بدها عنيانا بوت ترمياثة مشقيثة بزونة أثوراي خاثة أو ماسخ مرخ براثوزمية أثوراي خاثة تودي خيور جديدة بردا أبتا كريتا بدياري وخ أم خوران رخمان رابي راكان رابي راكان يعني كما ترمياثة مشقيثة إيث وكيطلخ آت مزيد دخا من دخاتا مدخرا او مدي يطخ لاخر عند قريو يعني كما ترمياثة اتوا ومن دخاتا تات ميلوغ جو كتاوخ بلى ما ذيك اللي معروف عن مشروع سنحاريب وديك اللي نشيره وكلها كذيلة انه تحديدا نخني كي يخم حاكخ المشروع سنحاريب لري مدينة نينو أهو تحديد تاذل كل ليلة كذا خدنو مشروع سنحاريب أهو خا مشروع عرابيلة مطول لخمشة أسر شن يعني سنحاريب قو نصوص جديدة بش لك تاخر هذا مشروع خمشة أسر شن من شاءت اتشوام وأربا هل اشتام وتشكي قام يمشي حق لكن كل النصوص خلالنا خمسة أسر شن إيمة قاريها قاش إخا منديك المزيدة فأخني كم هذا مشروع هرك بايشوك مزد وإلح مزد وإلح دائم التطور والإضافة ما دي كذا عن مشروع سنحاري كيسو كمندي عام أنه هو مشروع ما فيه وما دا مدينة نينوى الأثرية دا نينوى أتقته آني مايا ما فيه وله من آني أراثة دكنا الإلم من نينوى يعني الواقع في شمال نينوى بالبداية أهو مستغلة نهر الخوصر
خوصرة إثوابة معي قصة كم سايكة وذل سكرة وذل شد كم رافع وكم مستغلها. لكن لأن ماذا إن ننور ويلة وعاصمة امبراطورية بشلا فما لق مالي ولا فآهو بشكم فاكر ماذا ما يخن فكير دخ ماذا أكيد آهو مدمخ منه ملكة ميرة أو فكيرة لا هو بش بالنتيجة أنه هو كاوض له أكيد هو ملكة له وإتلي مملكة حيل إثناشك مشغلي فإثناشي كذيو بعدي صنعته بناء السدود فسقل دليل مثيلة مايا دي أين دي كنا خضرون بحشيقة خضرون طور بحشيقة وهو طورة بعدي فترة كميوها لجبل مصري بعض الخكمة شنو هم ما لم ليه مزد له مثيلة مايا من دهن دكنا مئين دكنا من تخيث الطور البحشيقة وبالإيل هم لم ليه زلة مثيلة مايا من نهر الجومل تحديدا بداية مشروع كمال لا جو موقع خنس هذه كلها بقضاء الشيخان. باحثين كلها كمي انه خلال اني خمشي اسر شنه ايبن مقسمة خشولة تسن حاريب الاربع مراحل. مرحلة كمخلة مرحلة قناة كيسيري انه وذل قناة الايل مننوة قريبة المنطقة تشلالات هذا من دي وكم ماثلة دنونوة وإذا خبتا هذه مرحلة قميثة أكيد باحثين كبي مرحلة قميثة مرحلة كيسير مرحلة تتي كمثل الجبل المصري مرحلة طلث كميلة مرحلة النظام الشمالي وهو قاصد القاوح آني شقياثة آني قنوات أو سواقي الكبيرة دكما وث سنحاريب دكنا التي خمطورد دلقش ومن مع الثايا من مالطايا دك لبدهوك تام اتلن طلل الشقياثة وطلف قنوات رابي هاي كما خلا قناة مع الثايا وقناة قناة مروائية كبيرة شقيثة ربثة شمح هاي كبيشة بعقار دلقش وكميلة شمح او كيويلة انا شيء جديد انا بلقش كيويلة شمح النواي شمح خنداقي واتلن خبت قناة كما خلا قناة اللسقف هاني قنوات نقشخ بصور جوية وصور اقمار صناعية موجودة أنا هل دها آثار دتكم مش ترخخني بصور بكتاب جديدا أخني إن كذا أخني ما مزد لن كراكان ما مزد لي هذا مندي أنا ميري إنه مشروع سنحاري أخذ بالعربي قدام الناس بشيء مش واضحة مشروع سنحاري يتكون من خمس مراحل مو من أربع مراحل خمس مشق خمسة مشق لا أربعة بلى دخبني لي أنا رأي ديدي لهذا يعني أو ليث مندي كافة إنه أنا كما أجيب لي دام ليث حدق مندي الما مستند لي إيمان تقارت نصوص حاريب يعني لازم دم رجز تبقو خناة وتقارت تبي تمعن خاصة إنه إثوى لين فترة ربثة لا يعني ما ممكن تبيشي لا تبيشي بايش هذا خشولها إنه كنت خايف مشان لك صار دافي ضغط كمي مباشرة أو قبل دافي لازم اتوشوله مستمر كم شغلي فأنا ميريت لخمس مراحل مرحلة قميثة هاي قناة كيشيري لا مرحلة تتي هاي مرحلة الجبل المصري مرحلة طلث الكيبي أنا لا أكد باحثين أنا كاملنا قناة أو كمخلة مرحلة الثمان عشرة قناة مين قصدنا بجوهانا قوم قونص السنحاريب ذاكر كامر انه انا مثيلي ما يد دتمنى اسر اي ند مايا وكم قارشني هي وكم منطيني هي المجرى الخوصر يعني جلب مياه عيون ثمان عشرة قناة
18 قناة كما فيه الخسر جابهم على الخسر. طبعا اني ان يدكم ذاكرها كود غذا كل هويلة انه اي كيلة بيشتا بي ما ماثا واهو كل ذكيرة اتمنى اسر مثواثا ما شي تيوب امبارينا وغيره واني كليه انقارتك ثاون كي نهوي لخيك مواقع او مقترح لمواقع تخيك مدلين ذكيرة يعني اني عيون او القناة المرحلة الجديدة تتكون من عيون الموجودة في محيط جبل أو في السفح الجنوبي لجبل القوش ومحيط جبل قنت أو تلو القنت، فضلا عن أنه بعض العيون الموجودة على جانبي الخوصر الشرق وجنب الخوصر. ما كم عنا بهذا بندي إيه متقارئ مصادر أتيقة وخاصة مصادر سريانية بتخاز أنه إيثي تخرياثة اكو ذكر الان دمايا لين في شهداء يوش منها خايك ما انا اكيو قريوه الخوصر وبش قريوه التسقوبة تامك ذاكر كان رؤث وين المايا تحديدا موقع ليد على شمال تل السقف تاما ذاكر انه اثو مايا وكم مشتره وحيلة يعني إذا أمور خنة بش أكاديمية بنيلا رأيا ليه وكم طرح أخلا هذا رأي طرع ديد أما هذا رأي بش ليه طرح أخلا في مؤتمر دي بش له إذا جو جامعة بغداد اشتو سري بيار خد ثلاثة تري البوت مناسر كيخو مشترك بخا مشروع بخا بحث أهو شمح أضواء جديدة على مشروع سنحاريب لإيرواء مدينة نينوى الأثرية وطرح لن رأيا جديدا هذا وما مزد لن اللح وتخيرا وأخني كيخو ناشقة ما يدم تخيرا أنه إثوى أو إيثة منحوتة آشورية جديدة في فايدة رابط سنانتا وآمن دي مضيلو خنقولو ماذا قو مؤتمر نعم. قو بغداد دخي وقبالة ناشي رعيانة مقرولوه لو ماذا؟ أو خمندي كم استقبلي لدخد كمي بي بسعادة وغنك تاخرنا وخا موقف طريف أكيد جلسات مؤتمر لك على طول بغذا 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 قاعة كيوم قسم الخيك ما قاعد لكن قاعدك ياو قريب بحثي ومرها هذا اكو بي شغلات جديده يعني بحث جديد يعلن امر جديد يعني لينا من لينا بحوث تقليديه وبحوث كلاسيكيه عاديه فمشوقي لي في بدايه المؤتمر يعني بس خاء مقامي مني او استاذ دكتور ياو أنا دي ترينوا وبالقاعة الرئيسية مش قل لي خرت تحيل مناشي وغير قاعين وأنا بيشلي بالقاعة الرئيسية فهذا يعني خموقف دكم تحصل لك قوم مؤتمر وخرت أنه أنا مجوز لي الوقت ولا خلم حكي له مش قل لي فوق فوق الست دقائق يعني زايد الوقتي وبخلاص ولا وانا يعني مشوقين متشوقين كذا متخرج خمدي راو شابيرا متخرج مبع سوريائي مصادر سريانيه كما هيريلوخ اني مبع سوريائي خط ماصت قات ماطت الخداد يكتب خار عيانا تباصوية خينا باحثين قام النخ ليه ومصيمة طيب اتوا غذم يتروثة غذا اضافة مصيلة هيرالوخ بيه اذرالوخ مسعدالوخ بيه ان مصادر سريانية بلي عربي ايمن اخني انشقلخ لمجانب التاريخ قلت لنا الفترة
يعني أني اشتقرون أو شو أقرون قمايم بافرم شيحة أني إيمت بايش أو تقارع عن هذه فترة قصة إلى مصادر ريدة فترة قصير قليلة المصادر لأن مبافر هذه فترة بديه مؤلفات التاريخ العرب هذه فترة قليلة المصادر ونادرين لكن ما دق معنا بهذا الموضوع انه انا انك بين تقارن عن هذه فترة لتلي غير المصادر السريانية لان انهك بيشي كثيوة بهذه فترة اكتخري ما دق لحصيلة من احداث سياسية واقتصادية واجتماعية ودينية خلال هذه القرون انه اخلت لهم مصادر غيرها لكن مو كل باحثك معتمد لهذا عندي انا من ناشي جوز انا خلفيتي يعني بحكم انه انا من بغداديين اتلي اطلع حيل مصادر كم عيني لغ من مؤلفات اثيقه اكيد معربينا عندي كم عرب ام حسيد ابو نيسف حبي وام حسيد ابونا بطرس حدات وعلى شوق له ابونا البير ابونا اني حيلك معيني لغ ايه متقاريه اكتاخري تخرياث المثواث ديدا واخذي مثواث ديدا ذات عمق تاريخنا لازم تبيشي باشليه دور او كليبريا دور اخدلها بتاريخ الناشي دبلطليه منها والأرد حصل له بقوه أنا أحداث كم عندي مندي بش قصة خناوة ما أدك لك ثيوة عن التراث ديدا الشعبي من حكايات من أساطير أخني هلدها مطيانينا حيلة من هيثة شير ملكثة تلكيبة ملكة وملكة دكياوة دوذ لمخ منافسة بين الثتري اي من منطمايا قمايا وحلم ديانة بغديدي ما دك شمك عن مضاعة وغيرها أنا قناوة كم عيني لي ما مصادر سريانية تحديدا أنتم كله خلي تكلت عليهم أكثر من دي مصدر حديث أهو أديشير تاريخ كل دو آثور ما استعملناي وإذا أكيدا يعني خليه بتقاري إلا قاري مؤلفات المرحوم ابن العبري العلامة المفريان ابن العبري باني تريك ثاوح تاريخ المدني والكنشي أني يعني لا غنى عنه أني من يعني إلى جانب هذه أكيد أنه لازم تقار كتاب الرؤساء توم المرجي كثاوة تريشاني هذا كثاوة حيل مهمة لي وقتلو كثاوة خلنا عندي دي كنا متعلقة بأديارة كتاب العفة واني اكتخريلو خائكمة من ديانة لينا موجود بغيراني مصادر أبسط من دي أنه قومال طاية إثوئين دمايا إثوئين دمايا ده ليلك لي وشته إن كم بقرة دميلوخ إيه كان أكو عين ماي إذا كم بقرة تدناش جدا هذيك نتيو دميلوخ إيه كان عندنا عين ماي كنا نسميها عين كان إقصارة والكان هي عين الكردي لكن أنا من جلي شيلي إنه إيه أخا تاما إثوة تاما إين المايا كم أخوة عين هرمز هذا من دليل ليش ذكرة بغير أنا مصادر سريانية جديدة ركان أخون بعض خلداب تكريتا وبدير خموخ خيار جديدة مدري أم خلداب تكريتا وبدير خ أورخ بش بمقوتا من ربي راكان بود دنا ترمياثة مشقيثة جو براثوزمية أثر عي خاثة تودي خيار جديدة بدياري وخل عنيانا أم خورة ورخ مشاريرة ربي راكان رابي راكان متخرو خمدي رابا حيل اختيرة هذا مندي تحكي له خلح يعني
اما تحاكخ كمرخ ملكة سنخيرو ودل اياذخ ودل اذي ترميثا يعني ليبا او بروخح او ملكي وا وتخيثت ايذح ايث مخاري مهندسين مهيري بارعين وناشي ماري نسيانا وكياذي ماكوذي بس يعني اذي اني ترمياثا كله ليخا من دي قلة يعني اما تحاكخ كمرخ تبان السر اناثة مايا كم مثيه بشقيثة تننوي اما تحاكخ كمرخ كاوث سكرة سدود اني مدياني اني كله محتاجي كسنقي المخارة مهيرة وتكنيك ويهذخ ما يبخ حاكة اللاذة ملوءة يعني مهارة مهيروثة مخارة أثوراية بداية فترة زمنية كت كثير وإلاح بلي قوي ما دام النخ بنقارخ بتاخرنا خلق مديانك نذكرها المؤرخين الإغريق والرومان بعدين بدون الاقتباس مخ باحثة مغضة باحثة حديثة يعني بنقارخ مؤلفات مؤرخين إغريق ورومان شطراب وغير حبليني وكبير وهذه كتاخر من دكاثة محكيثة ومن دكاثة حكي الآذي منطقة بلاد أشور وشمال العراق أهم من ديك ذاكر بقاوح أنه هذه ماثة مشتهرة بالزراعة له بزرعتها لكن قيق ذاكرة إيثي حيل مثلا دكواثة خصبينة كامر إنتاج هذه منطقة من الحبوب أضعاف مضاعفة دكينا بري بخلنا دكواثة إنتاجية تحبش حيله أخلي من أما التخرق هذا مندي لازم دي دخل نمايا مهم جدا إن ذا زرعته ودخلنا من ديانا أما التاخرنا النمايا موجود إن لازم إيثي مشاريع كوذي يعني برناشة ذكي العيشة بادي دكثة شوق لنا شديد إنه آخا إنتاج يحبش حيل له وآذي أرى هركيوة لذي مندي من فراغ إثي من خبره له هذه خبرة ثلاثة من الاستمرار في التجربة برناشة مبني أو أهو خليقة على الفعل ورد الفعل التجربة هي فعل إن تجربة ما أوذل أو فعلك ما أوذل إن كله صحيح باي شلح وإن كله غلط أكيد ما أدل هذه تجربة شاءت تتي ومشنة البشن البايتشن أني خلقي خبرة هل بدمخ أنه هذه منطقة قبل بلطلة هذا الخبرة أكيد لا أخني من مداثة قارخ عن تاريخ العراق القديم أكيد مقيمين ما بقارن أنا مدونات الملوك الآشوريين لازم دار خناوة بجد القامة هل لانت لي مشاريع بالعراق القديم مشاريع رابة كنا وثه باني أنهار دجلة والفرات أنا قارخ إيثي حيلة إيه نصوص الملوك خاصة الملوك السومريين محيل دويلات المدن هذيك موذية قائمة ما دثيه الدولة المركزية من بطر دولة يعني سرجون وخلفاء ديدح أو سلالة أور الثالثة تخريوه خمنه إيناتم كان رود لي أنا مشروع ورود لي خزان رابع وأبعاد حكي نهويلي ومستعمل لي تري يطلع 8 مليون طابوقة تري يطلع 8 مليون قورتا قورتا كما خلا هذا خمن دي رابع له أنا أمور أما تبيشخ قارخ طبعا لناشخ أكثر من دي ملوك مفتخريوه بقاوح خاصة ملوك العراق القديم
إن كاوي سومريين أو بابليين أو أشوريين كلها قيفي أو كتخري بيش كتخير مشاريع عربي مشاريع الأشورية ما العفو مشاريع الري لأن أنا متعلقة بحياة الناس حيلنا أخني كذا حضارة قاعد بديلة بلاد سومر هدي أو خناوة بايش ليث خبرة متراكمة بعدين قاعد بلطة المدن أو الإمارات البابلية الساحة السياسية أكيد أنها بش يعني أنا مناطق خنة بمدن السومرية الرئيسية بش تخيث النفوذ دت هم بش كوذي لأن أنها مسؤوليني إن رعيته فبش كوذي مشاريع إما تقارخاني بدماطق إلى نتيجة أنه هذه الخبرة الأشورية باني مشاريع هي نتيجة سلسلة طويلة من التطورات مشاريع الري بالعراق القديم مرورا بالحضارة الأسومرية فالبابلية فالأشورية آخا بدي دخ سنحاريب وناشدك نمنح هاي ناشدك نمنح هل أخني إبن دمخ مهندس ده شخص عشاء مقامي مشي حبشتاء مشوام مشنه خلاص بتقى شغلة غريبة لكن إما نتقارت وقش الدخين هذه مشاريع موقع دت أما ديذن سلوب المنسوب إذا ما رخشنا مشروع اللح أو قناة اللي 20-30 كيلومتر هذا خمندي يعني خمندي يستحق التقدير خوش دها ليبة أو دلالة مستحيل اللكاويل أنا أدوات ديت أنا أخني برناش عادي بادي خبرته الحالية لكايبة اللكاويل أدوات وأول إذا هذا شو لممارسة نظم المعلومات الجغرافية أنا يعني كله لازم تاو منه حد معيني له أحداثيات وارتفاعات أنا يعني كله هاي ده فاكر أنا كله قامي مشي حبشتاء مشوام مشنه أنا مدمن 704 قبل الميلاد هذا خمندي أكيد هذه خبرة له ماوث هل أخني بس وث مشاريع ري؟ لا قلت لنا أمثلة أنه أخني كنا ويذي سكرة جو دكلت يعني كنا ويذي شدوت في نهر دجلة هرب بلقد نهرة بلقد نهرة هل قلت لنا دليل؟ نعم إذا سكرة أو إذا سد قريبة لمدينة النمروت الأثرية أبلق النهر كمخلة سد العواية هذا مهندس أو هذا شخص دقل منقيا هذه دكثة ذكي الأكيد من قوي هذه دكثة ذاك ما يبدأ وث درافع مايا وسلوب المقلب له مقلب مايا هذه صفحة دقرة ذاك اللي بيد مشتيلة وخرتها لازم دمناقي نوعية كيبانة بعد سكرة لازم هذه نوعية من كيبا لكاثل البشار يعني لك ذايب أما تقارت حيل من ديانة وخمن داني يعني لناشت تلخ ثيران المجنح نوعية كيفان دت هم يعني تدعو إلى التقدير لأن اختيار دت اختيار ليل اختيار عشوائي بدون دراسة لا نقي كيفان من دكواثة خائكمة لام كل دكتة ومستعمله ومؤدله وكياذي انه اني كيبان لازم بيشي لا تخيك مشني ومأثري كفعل طبيعة مو كفعل بشري من غير انه ذات شقلية وتوري اخنا مخكي لان المبعي سورياي مصادر سريانية انا لك هذا صهر صناعي قمر صناعية أمريكاي إيمان إتوا قراوة قريرة حرب الباردة بيلي وبالروسيا تحديدا الاتحاد السوفيتي خيادة السوفيتية هاي قرشية وصرياثة اللاني دوكاثة ودها آني صرياثة في خنطة باصوية باحثين وأخنا قو أركيولوجي
كما بلخخ مورخ جي اي اس خا تلخامل ابلكيشن سوفت وير برنامج تخرستت خشوت كمبيوتر وما صد نخالخ تحليل داني قشقت ايكا ايث نهرواثا مدياني قطو سخا من خورواثا جيسون دكتور جيسون اور من هارفارد كمبلغ هذا من دي حيلي قاد تكلخ اللاني سورياثة صهر صناعية بل ربيع الاقتصادي صور القمر الصناعي اه. كورونا كورونا تحديدا بل اه. لا كرهانة كورونا لا لا سورياثة يمريلو كورونا اه. قمر الصناعي له اهو كله بيشا مشغول بقاوح من 59 هل 74 ف هذا قمر مخصص للتجسسية شقل سورياثا دا كل مناطق دك مخاضرها فمن ضمنها مناطق ديدا أنا سورياثا بشات دل بوتشا متمني وتشي بثمانية وتسعين بش متوفرة للكل للباحثين هل أنا مستعني بقوه أكيد لأن كل كيولو خسرتها تحديدا دا مناطق ديدا كنا المتوفر منها كنا شقيلة قرغو قريشة بالبوتشام مش هو وشتي يعني بسبعة وستين كيقول له خسرتها دا دكتة دك بيئت له أهم من دي ديث بعضي صور إنه أنا ضرد كل بريا بمواقع قصيلة لكن لنا اشتخني ك يعني استعمال المكننة الزراعية بالعراق ليهو أتيق حيله سبعة ستينات يعني بداية ياو يعني بداية استعمال المكننة لأن مكننة تدور رابة بخراود تشكل دارة ف ما استعملناها بحيل ماني مواقع وأكيد جيسون أور الأستاذ بجامعة هارفارد أهو من السباقين له الباحثين لأن نتلي بحث مشهور بال 2005 أنا 2005 بعت لين في الجامعة ف أو من الأوائل اللي مستعملها دك ما استعملها أنا صور مر شارع ري إذا خلنا مستعملة بس مش ولدت لا كإلا ري فأخني كم مستعملة خلكم معيني لأن يعني خلنا برامج كم مستفدة منها جوجل إيرث على بساطة تفتح وكفاية حيله مهمنا واكيد متايث صور صور موقعيه ضوئيه مو جويه صناعيه هم كفيدي لان حاصل مقارنه من الواقع الحالي واهم شيء فيه بشو لنخني انه لازم بطت قشت موقع لان اللي قشت موقع لا بخت حكمت ولا مستنتجت راي كثيره بقاره خاره يا من قم ختم خلاها خرزة جونا إيد هل دنا زون خارة بشتى وغزيتا قد جنياثا تلي أو جناء معلقة يوجو باول إن البوث رعيانة خاثي أرى الجديدة ستيفاني دالي بريشايت بروفيسور ستيفاني دالي من أوكسفورد مغزوية لبتخوياثا وبكثولة كثاوة قد جنياثا تلية إينا جننوي وبريشايت واديلي ملكة سنخيرو موتلوخ رأيانا وبقناية لدنا ترمياثة مشقيثة مشاريع راي ديدح مينا خيالوخ نبدأها من دي وأجيب أدخل بقارة خارة كده يعني خلقتها. أعرابيين صوت إنكم صوت خل الرأي الباحث البريطاني ستيفاني دالي إنه أي كمان الجناين المعلقة لخ زخ جوبابل لأنه جوننونة رأيح أو نظريته
حاليا وبالنسبة كرأي شخصي مبني على يعني أدلة قوية، لكن هل هي حتمية الثبوت؟ لا، لأن رأيي جديد حلدها قبيلة أدلة قاطعة. أخي هل لنا دليل قاطع أنه هذا حكي صحيح لي؟ لا، لتلن خا دليل مباشر. أي بالضبط مويلة مارا مارا لا يعني ليتن أبخى من ملكة دين خكيمة جباول قد متخورة بترمياثة مشقيثة رابة أو متخورة جنياثة تليه الدوشي. وكمت إتوية خبرياثة ليق شيء خامندي قريوة الآذي إينا جنين وقاطوسو بريشايت ملكة صنخيرو كياثة حيلك حاكي ما كيلو إذا باني بترمياثة مشقيثة وتتح حت جلاخ ديدح يعني الملحوتات الجدارية ديدح انطارخ لطامة كلك مخوة إلى ناني وجنياثة. ف كمرة هم نصوص هم آثار كمخوي قد ننوي وكمخوي قد دخي يوناية ما تمبلا ننوي وخكملا جباول هر خشوي ولا هر اي آثر يعني الأكبر شيء بقاوة وباول يعني إجا هذا لف ليه وكأنه تري ممالك بضادخ كأنه اي مملكة وداك خكما باول إما تحاكي والننو الباول يعني حتى إننو قاوة حيوة ف يا رعيانه حلب بخشاوت هلا إيثي أدلة سنيق استقتلت مخويا أنا كمان من خرابي دغدميري أدلة دي دح قوية أنا لكن ليست قطعية الثبوت لأن هي كلا مثلا كيخ أخني حتى إن كوذخ بحث لهذا رأي كيخ سنيق الدليل مباشر إن أمتي هل إيثي حدائق بننوة أنا بامنخ إنه سنحارب كل ذكر من نصوص جديدة إنه أنا وذلي متنزهات بارك باركات حيلة جون إنو خب شمال وخب جنوب وبعدين تخير إنه خضروانة حمثوة. لكن هل أمتلي إثوة دغد كلمة معلقة يوها بإن نطرة ثلاثة نيث معلقة أنا هل ده لين خزي أو حتى اعتمادا لعلماء اللغة المسمارية لين ليث خلاص خا سطر مباشر أمر إنه إث معلقة لكن دمتلي إنه ننوى إثوى باركات وإثوى متنزهات وإثوى حدائق مش حيل من بابل واقع حال نصوص كمي إيه رأي أحكام إنه مقبول لي من حيث البحث ليه المرفوض وإيه مدرافض لك بيد ماثي دليل قوي دمتلي إثم ملاحظة بدأ إنه إثم ملاحظات من ناحية طريقة دسقايا طريقة أشتويد مايا إثم ملاحظات اللح لأن مخروض مو ذلك ما مال مخروض الخميدس خناولة العملي شغلة قبيلة بحث لكن البحث ديدا ميري خم متنزهات هذا أنا كنت آخر ناي كياوي تخيرح أستاذي خالد سالم إسماعيل كياو ميرا إنه أحد المتنزهات اللي سواها سنحاري شمال المدينة أو ميري شمال المدينة كم موقع ديد إحدها جو المرتفعات أو أني رمياثة دمعها التقني ديك لما وصل تام ذكيرة ميري شمال وميري حيث توجد الأرض المتكسرة الأرض المتكسرة أنا بمخازنة إنه أهو أبرد دراني رمياثة اللي أنا رمياثة لين أبرة يعني ليه الأوبرس موقع؟ لا أنا مدملكاتي ند دخكمخ جبلي سوبيس أنا ممكن تاهم استغله هذا ما يبين دبخ لكن كرأي قاطع قبيلة أدلة بعد يجوز مستقبل بتخازي
رابي راكان تودي سقي بسيمة رابط أبي قبل نوثا وتلن صورة أموت أويلا قبل نواثا خرينياثا منخ وتلن خارنيا أويلا ذا ششلتا سلسلة قبل نواثا وبحاكخ خردخ دخي بوضخ خيور جديدة أنا يون مغبان أخنين بلاماسو أمي وأرخي ميقرا رابي راكان فرج عزار قجو وهل تبقخ أموخن جوغدا خلق تخيتا من خرزة غدايوت من يلبانا ماريون قاتوخن بوشون بشلامة